السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ميس اماني عادل. هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن انكونفورمتي استراكتشر. ده انكونفورمتي سيرفس، ده بيتعرف اللي هو نان ديبوزيشن سيرفس، بيبقى سيرفس معلوش اي نوع من انواع الترصيب، بيبقى ظاهر كلير وديستنكتيف، هنشوفه دلوقتي. بيفصل ما بين تو جروب اوف روك ماسز وبيدل على الـ absence of deposition for period of time up to tens of millions of years and inferred by several evidence. يبقى قلنا هنا السطح مش بيبقى عليه أي نوع من أنواع الترسيب، بيبقى ظاهر، تمام. بيفصل ما بين نوعين اتنين من two groups of rock or masses، تمام. وقلنا بيدل إننا المكان ده ما حصلش فيه ايه deposition. الأدلة اللي بتدل على الانكونفورمتي، أول حاجة وجود راوندينج كونجلمريت. كونجلمريت ده سيدمنتاري روك، بيبقى موجود على السطح ده، لاي دايركتلي أباف ذا سيرفس أوف كونفورمتي. بيحصل تغير في السيكونس بتاعت الفوسيلز، ترتيب الفوسيلز بتاعها ما بين اللير. في اختلاف in inclination او angle of dip of strata on both sides of surface unconformity. في presence of geological structure or dike layer overlying layer، تمام. دي كلها ادله بتقول على سطح الانكونفورمتي اللي هو قلنا بيبقى واضح ما فيش deposition فيه. بيبقى فيه round conglomerate، بيبقى فيه تغير في السيكونس بتاعت الفوسيلز، في تغيير في الانجل بتاعت الدب، في وجود للجيولوجيكال ستراكشر اور دايك. انواع الانكونفورمتي، اول حاجه النون كونفورمتي. السيرفس بتاع النون كونفورمتي هنا نوع بيتكون من سيدمنتاري روك على الجنب وميتامورفيك او ايجنس روك على الجنب التاني. وين سيدمنتاري روك ار يانجر اند لاي اي اباف، تبقى ايه اصغر وموجوده فوق. ده surface of unconformity اهو، وقلنا السيدمنتاري روك موجودة فوق، عندي إجنس أو ميتامورفيك موجودة تحت، والسطح المتعرج ده سطح non-conformity، تمام. يبقى أول نوع non-conformity. الأنجلر inconformity بيحصل ما بين two groups of sedimentary rock، صخور الألدر جروب layer تايتل اند يانجر جروب ريال ارشيفزنتال وانجلر ما بين اتنين جروب من اللير سيدمنتال روك، تمام. انتو ديفرنت دايركشن، ده السطح اللي هو الانجلر، تمام. فوق هورزنتال سيدمنتال روك موجودة زي ما انتو شايفينها افقية، وتحت انكلايند سيدمنتال روك رأسية، ده الانجلر انكونفورمتي. يبقى فوق هوريزونتال سيدمنتاري روك وتحت انكلايند سيدمنتاري روك. ديسكونفورمتي بيحصل ما بين اتنين جروبز من لاير برضو سيدمنتاري روك ان هوريزونتال بوزيشن كيور دوريشن اور انتربريشن اوف سيدمنتيشن. هنا بيميز ما بين الديسكونفورمتي ثرو فوسيلز كونتنت. هورزنتال سيدمنتاري روك وتحت هورزنتال سيدمنتاري روك، تمام، من الأقدس للأحسس، وهنا سطح الديسكونفورمتي. يبقى الديسكونفورمتي هورزنتال فوق سيدمنتاري وتحت هورزنتال سيدمنتاري. أما الأنجلر هورزنتال سيدمنتاري وتحت انكلاين سيدمنتاري. النون كونفورمتي فوق سيدمنتاري روك وتحت إجناس أور ميتامورفيك روك. عرفنا الفرق ما بينهم. سطح الانكونفورمتي بيوضح الكروس سيكشن بيعبر عن ايه، برافو، اللي هي بيرد اوريجينال سيرفس، تمام. منطقه هنا حصل فيها ايروشن وما فيهاش اي نوع من انواع الايه الديبوزيشن. هنا الشكل اهو بيوضح لي الانكونفورمتي. اي كاركترستيك اوف جرانيت انتروشن اللي هو الانتروشن الموجود هنا، الجرانيت طبعا اللي هي السبعات والثمانيات دي، most evidence that solid deep in underground.
هنا هيدل على الكورس تكتشر. ايه هو الكورس تكتشر؟ ان هي الحجم بتاعها كبير لانها موجودة تحت في حجم جزيئات كبيرة. تمام، هنا انتريوسف، لكن الاكستريوسف فوق بتبقى حجم الحبيبات ايه؟ سمول، صغيرة. which evident occurred sometime after formation of unconformity. خلال روك يونت 3 ديبوزيشن. طيب which rock most probably formed in contact metamorphic zone with rock unit 6. طيب بالنسبة لتمانية، 1 ليه 1؟ أنا بيقول لك أي نوع من sometimes after formation of inconformity. قد الانكونفورماتي اهو، انا قال لك formation unit 3. فين unit 3؟ اهيا حصل الانكونفورماتي. تمام، بعد كده اترسبت الطبقة رقم 3. طب اي نوع من الصخور كونتاكت ميتامورفيك زون وذ روك يونت 6؟ يونت 6 هنا اتكون هوفنس، لان 6 هنا الشيل، وبالنسبة للصخور الميتامورفيك روك اما بتتعرض لبريجر وهيت وهنا كونتاكت اللي هي الشيل هتتحول لايه؟ لهوفنس. تمام، هنا عندي برضو بيوضح لي جيولوجيكال كروس جراند كانيون، ده عهد 1 لـ10 اللي هو البليزويك سيدمنتري روك. كونفورماتي بتوين بليزويك سيدمنتري روك اند بيري كامبيان سيدمنتري روك ريبريزنت ايه؟ جاب ان جيولوجيكال تايم abundance of fossil intrusion igneous rock region of metamorphic rock. طبعا جاب in geological time in conformity دي جاب او منطقة ما حصلش فيها deposition او fossilization او اي حاجة. فده تعرف هنا بيوضح لي برضو cross section bedrocksion below ال A وال G بيتعرف على layer unfold W X Y و Z. rock have not been over turned. conformity هنا بيوضح ايه برضو؟ conformity bird erosion surface volcanic ash location boundary between oceanic and continental. طبعا هيبقى بيرد ايروشن سيرفيس، وده المره المليون هي جاب او منطقه ما حصلش فيها ديبوزيشن او منطقه اندفنت بعد ما حصل لها ايروشن. فده تعريف الانكونفورماتي. ده هنا اي نوع من الصخور اولدست. ها دايك سيلز شون ان كورس سيكشن ان ايجنس انتروشن. الاي ولا البي ولا السي ولا الدي؟ هتبقى طبعا الدي اللي هي موجودة تحت خالص، دي الايه؟ الاقدم. وبعد كده حصل ايه؟ الانتروشن، وكونت الطبقات فوق انتروشن اخر حاجة اتكونت. تمام، فالاقدم اللي هي موجودة تحت، الاقدم طبعا تحت والاحدث فوق. هنا كروس سيكشن بيوضح الارث كراست خلال لوكيشن روك يونت. At which location quartzite most likely found. quartzite يبقى ناتج منين؟ طبعا السي، السي هنا اللي حصل contact metamorphism. الكوارتزايت ناتج من ايه؟ من كوارتز. فهنا ايه؟ هنا برضو صخ متحول ناتج من الكوارتز. هنا بيبين لي برضو الجيولوجيكال كروس سيكشن which show من 1 لـ7 الكونفورمتي ما بين 5 و 6
ده دليل ايه؟ كروس سكشن هنا بيوضح البازالت روك يونت ان ذا ينجستر يونت. ايوه طبعا زي ما احنا قلنا البازلت هنا كروس اولو ذا روك يونت كونتاكت مترمز بيوضح البازلت اند اول اي روك لير. هنا اي حدث حدث افتر بعد تكون الانكونفورميتي الانكونفورميتي الفورميشن روك يونت كونت روك يونت 5 السيدمنت الانتروشن. هنا الفورميشن بتاعت ايه بعد الانكونفورميتي كونت ايه روك 3. اي نوع من جرانيت انتروشن بيدل على الايفيدنس ذات سوليديفايد اندر جراوند. طبعا كورس تكتشر لان هو تحت يبقى انتريوسيف يبقى حجم الايه الحبيبات كبير. هنا دايجرام بيوضح البيدروك يونت ايه والاف باوندري اكس اكس ذا روك ذات فورمد ان ذا كونتاكت ميتامورفيك زون بتوين روك يونت اي اند دي اي ودي. هيتكون برضو الهوفنس اللي هو ناتج من ايه مشيل سلسلة الشيل والسليت والهوفنس والنايس دي كلها سلسلة تحول الميتامورفيك روك. افضل مكان عشان اشوف في الجيولوجي ساوثرن يونايتد ستيت. احسن مكان اشوف في الجيولوجي الكلايمت هناك اريد يعني ان انا همد الصخور هنا ما تغطتش بالفيجيتيشن. الميني بليس سبيشيالي ناشونال بارك الفورميشن ارفانتانتيك الروك هنا زمسل في الار فيري انترستينج. مبادئ اللي بتعرفني الاراوند ساوث ويست early geologists had no way to determine absolute age of geological material couldn't know if rock was 100 year or 100 million old. بيوضح لي الايدج بتاعت الماتيريال بالنسبة لبعضها القواعد بقى الاقدم والاحدث وكده. principle could say when rock was older than another بيوضح لي العمليات اللي حصلت للصخور. relative age لازم بعرف تعريفه the age of something relative to age of something else. تمام ده تعريفه ال age of something relative to age of something else. one rock is older than another rock for example stratigraphy ده علم اللي بيدرس الروك ايه استراتا. اللو بتاعت الاستراتيجرافي وعلم الطبقات اول حاجة الصخور is called stratigraphy يبقى اللي بيدرس الصخور روك استراتا كولد استراتيجرافي. لو بتاعة استراتيجرافي بيساعدنا العلماء يفهم الاندرستاند باست. لو بتاعة استراتيجرافي بيوضح لي الجيولوجيكال فروم دنمارك نين نيكولاس سانتا ليفد ان 1600 بيوضح لي اباوت سنولو ناتولو بلو. هنا الفجر هون اللي هو قلنا من الاقدم والاحدث ايه الاوريجينال هورسنتالي. تمام البي هنا حصل اللاترال كونتينيتي سوبر بوزيشن. اللو اوف سوبر بوزيشن بقى قوانينها احنا اتكلمنا على الاستراتا اللي هو عمل الطبقات وموجود تحت الاقدم واللي فوق الاحدث. سوبر بوزيشن هنا بيصير البوزيشن بتاعت الصخور والريلاتيف ايدج بتاعتها. الريلاتيف ايدج هنا قلنا الكومبريشن ما بين الاذر روك واليانجر والاولدر. الريلاتيف ايدج بتاعت الصخور هنا مهمه طبعا عشان افهم الهيستوري. نيورو كلير دايما بتوضح لي الديبوزيت اون توب اوف اكزيستنج روك لير. الديبر لير هنا بتبقى اولدر طبعا عن كلوزر تو ذا سيرفس الموجود طبعا الاقدم. القوانين بتاع السوبر بوزيشن هنا بيوضح السوبر بوزيشن بتاعت الصخورة هي الموجودة موجودة في القاع اولدر زان الموجودة في الطب. الفورس اللي حصل لها ايرودت للروك اند اكسبوزد ذا ايه ذا لير. لو اوف لترال كونتينيتي الروك لير هنا بتتعرض اكستند لترالي اور اوت اوف ذا سايد بتتغطى
بورد إيريا، خصوصا بتكون أبوتوم إنشنت سي. الإيروشن هنا بيحصل لبعض الصخور اللي يار هنا إزار سايد إيروتد إيريا وز ستيل ماتش أب، بيحصل لها إيروشن. الجراند كانيون ده أشهر الأمثلة طبعا للليترال كونتينت. يبقى واضح طبعا سيمرو كلير اون اوبوزيت سايد اوف كانيون ماتشنج رو كلير ديبوزيت ات ذا سيم تايم سو ذي ار ذا سيم اي ايج. معمل ماتشنج هنا هتبقى نفس الايه الايج، اللير هنا نفس الصخور نفس نوع الصخور كروس كانيون اتس ا جراند ايه كانيون تبقى ذا سيم ايج. قانون بقى الاوريجينال هورزونتالي sometimes were deposited in ancient semi in horizontal or flat layer sedimentary rock layer are titled have moved after they were deposited. بتتحرك هنا بعد ايه بعد ما حصل لها deposition. تمام. قوانين بقى الكروس كاتنج ريليشن شيب، الروك لاير هنا may have another rock cutting كروس زيم لايك ذا ايجناس روك بكتشر بلو. يبقى هنا حصل صخور قطع الصخور تاني. طب انهي الاقدم؟ لازم احدد ويوز ذا لو اوف كروس كاتنج ريليشن شيب ذا كات روك لاير اور اولدر ذان ذا روك ذات كات اكروس زيم. يبقى اللي هو اللي حصل له قطع ده الاقدم واللي قطعه ده الاحدث. يبقى كات روك لاير ار اولدر اللي هي المقطوع الصخور اللي اتقطعت اولدر ذان ذا روك ذات كات اكروس زيم. يبقى الصخور المقطوعه اقدم من الصخر اللي قطعها او جه فوقها فهي الاحدث. هنا بيوضح الليار الريلاتيف ايج ديتنج. تمام. احدث حاجه هنا هي طبعا 5 هي 4 الاقدم بعدها 3 2 1 6 هي موجودة تحت الخمسة قطعتها فهي يعني الايه احدث حاجة اللي هي موجودة فوقها دي اللي موجودة فوقها دي الاحدث. الانكونفورميتي ده بيوضح لي الهيستوري باي ستادينج السيدمنتاري كلير. في هنا سام بليسز فيها جابس مفيش روك لير. تمام. الجاب دي قلنا sequence of rock layer is called unconformity. اتكلمنا على unconformity في الاول. rock layer هنا موضوعها called hotels in unconformity. جيمس هوتن ده اكتشف الunconformity سنة 1700. layer rock layer are very old اللي هي الموجودة تحت الاقدم. الابر هنا younger. No layer in between ancient and recent layer. منطبع ما حصلش فيها deposition أو أي حاجة. ده سطح الانكونفورماتي هيا. عند الديسكونفورماتي وعند الانجلر. تان والنن. كلمنا عن النن اللي هي كان فوق سيدمنتاري وتحت إجنس متامورفيك. والانجلر. الانجلر كان فوق هورزنتال وتحت انكلاين اللي هي عودية. الديسكونفورماتي كان فوق وتحت هورزنتال سيدمنتاري. هوتل هنا وضح عرقة الصخور حصل لها ايرودت قبل بيفور ذا مور ريزنت روك لاير وورد بوزيتد فيري امبورتنت ايفنت ان جيولوجي. الصخور اللي حصلت ديبوزيشن اوفر تايم. ايه ريلاتيف ذات بوس اوكيور ويت تيك سترمالينج تايم release the earth much much older than people. big discovery وضح لي هنا time gradual. ده هنا اللي هو non-conformity وانه هنا ايه بيبقى فوق sedimentary وتحت igneous او metamorphic. disconformity تمام فوق وتحت horizontal sedimentary والangular كان فوق horizontal sedimentary وتحت ايه اللي هو الايه inclined sedimentary. ما ده بدأ الانكونفورماتيز. الجيرجي ستادي الروك فورم بوضح لي الكيمستري. الروك فورميشن is called نيجا ساندستون.
بتعرف الصخور ساندستون ديزاين تليو هاو ات فورمد، هارد ديزاين اكسبيرمنت بيوضح لي الصخور فورمد، نيك اوبزرفيشن هاو اند ابلاي زيمز سروك فورمد لونج اجو، الانكونفورماتيزم قلنا جيمس هوتن وضح لي الكلام ده لقيت 1700، وجود اي كولد از برنسبل اوف انكونفورماتيزم، الجيوريكال بروسس ناو، والإيفيدنس البروسس تمام، الأوتوكروب وهنتكلم عن الأوتوكروب كمان شوية، ساند ستون هنا ليارا كروس اتش أزر كولد كروس اي بيدنج، اتكلمنا عن كروس بيدنج اللي هي علامات النمو والكلام ده كله. ايرث هيستوري بوضح لي المسكوت ساند ديون ديس فالي ناشونال كاليفورنيا، كروس بيدنج في الساند اللي علامات النمل اللي هي بتبقى موجوده في الصحراء، تغير الويند دايركشن الريبل هنا بالويند اوفر سيرفس اوف ديون، هنا ديز فالي هي ناشونال بارك في كاليفورنيا اللي علامات النمل، الاوتوكروب والكروس سيكشن موجوده في الساند ديونز بالدليل هنا طبعا كان في ويند حصلت عملت لي فورم جنسات ديون خلال الاكسبلينيشن للساند ستون فورمد، نفاجو ساند ستون روك هنا اتكونت انشانت ساند ديون، هنا دليل ان هنا حصل ويند ايه دايركشن وغيرتها لي، هنا مثال طبعا لل هابن ان ايرث باس الفولكين والاوشن والريفر والكلام ده كله، لوكينج از جير كالور في الكشر تو دول. يبقى انا سمري هنا احتاج افهم what happened in the past، الايديا اللي بتمثل لي جيمس هوتنز اللي هو اتكلم عن القوانين اللي احنا لسه قايلينها، البروسس الريزلت بروسس روك ريكورد، انا جيولوجيكال كروس سيكشن الموجوده عندي تمام، الساند وادي اللايم والكونتاكت والكلام ده كله، ذا موست ريسنت فورم دروك الاحدث طبعا هتبقى اللي هي نمبر دي اللي هو القاطع بقى اللي هو موجود فوق ده اللي هو احدث حاجه قطع عليه هو دي، هنا بيوضح لكروسشان جراند كانيون من 1 ل 10 انه هيبقى طبعا نمبر 1 دي ايه الاحدث، روكلير از اولدست قصدي الاولدست اللي هو نمبر ايه 1 اقدم واحد خالص موجود تحت، هنا الليتر ايه لوكيشن روكلير اكس واي بيمثل الفولت، ريسنتلي الاحدث سنه طبعا هيبقى ايه هيبقى الفولت اللي هو اكس واي ده اللي هو قاطع اللي هو احدث حاجه اللي موجود فوق خالص، هنا برضو عايز هنا ايه فور ذا فورميشن اوف روكلير بي ايه الحساس اللي حصل قبل ما يحصل فورميشن للليير بي، هنا الفولت اوف روك اللونج لاين اللي هي جيوجي لو بصينا هنا ليها قبل ما يتكون البي اللي هو الجداق اللي هو القاطع اللي هو موجود فوق ده تمام، ده قطع وبعد كده الطبقات اللي فوق دي بدأت تتكون، هنا برضو الديفرنس ما بين الساند والشيل واللايم، البنش هنا ده ايه هو ايه بقى ده روك ايج ولا مقاوم للوزرينج ولا فوسيلز ولا اماونت اوف يورانيوم، بيتش هنا طبعا اللي هو موجود فوق ده مقاوم لعوامل الايه الريزيستنس، البنش هنا مقاوم لعوامل الايه الوزرينج،
هنا السيكونس which sequence of event most likely cause the inconformity in the bottom of rock layer B. الانكونفورمتي أسفل اللي هي layer B. الترتيب الصحيح هيبقى fold, uplift, erosion, deposition. لو بصينا فيها هنلاقي الفولت حصلت الأول وبعد كده الأبليفت لو عملت الرفع اللي هي بوتوم لير بي اسفل بي, يبقى الفولد اهو الاول بعد كده الابليفت بعد كده حصل عوامل الايروشن وبعد كده حصل ديبوزيشن بقى لطبقات البي. هنا بيوضح الاتش روك يونت فروم اولدست تو يونجست يا اولدست يونجست اللي هي الاولدست الدي الأقدم بعد كده اللي هو السي بعد كده اللي هو الايه البي بعد كده الايه تمام يبقى دي سي بي اي الأقدم الأحدث. هنا السيكونس بتاعت الروك لير موجودة في الولز جراند كانيون بتوضح للأبر واللور باوندري. الروك لير هاف نوت بين اوفر نت طيب موجودة هنا اهو السيكونس بتاعت اللير كروس سكشن ايه بس صح اللي هو اولدر ذان تمبل بوتن بات يانجر ذان ذا بريدد انجل السيكونس للكروس سكشن اقدم من التمبل اللي هي موجودة فوق واحدث من البريت انجل اللي هي موجودة ايه تحت تمام اللي هو قاطع ليها من فوق. هنا الروك اوف الاولدست هنا هيبقى ايه واضح جدا اللي هي الجي اللي هي موجودة تحت خالص اقدم واحدة اللي هي الجي. حركة البيدروك اللونج فولت كيو موست بريديوست كيو كيو فين كيو دي كيو اللي هو اللي على الجنب كيو ده كيو حصل هنا فولت اهي دي الكيو فولت فيحصل هنا ايه ايرث كويك. اي ستيت ذات يانجر روك لير رينر ديبوستد اون توب اوف اولدر روك لير اللي هو دي تعريف الايه اللي هو السوبر بوزيشن. هنا تسعتاشر عشرين واحد طيب اللير اوف اند ذا سيدمنتال روك اولدست روك اون ذا الاولدست طبعا هتبقى فين في البوتوم السيدمنتري ديبوزيت ان لير فروم نقط سيدمنت يبقى سيدمنتري الجمله الاولد روك بوتوم والاحدث فوق ده قانون السوبر بوزيشن. سام تايمز لير اوف روك ار شيفد اور فولدد باي فورس جنريتد باي هتبقى اللي هي عملت ايه الفولد هنا هينتج عنها ايه ايرثكويك تمام. احدد الاتش بتاعت الروك بوزيشن ده تعريف ايه طب الجابس ده تعريف ايه نوع الانكونفورمتي طبعا الاتش بتاعت الروك ده تعريف الريلاتيف ايج والجابس دي طبعا اللي هي الانكونفورمتي اللي هي ما بيحصلش فيها ديبوزيشن ونوع الانكونفورمتي بيحصل للير هنا بتتعرض للويزرنج والايروش اللير اوف روك ار كولد طيب روك لير فيزابل بيكوز هي بين اكسبوزد كاتنج ثرو ذم سم انكونفورمتي ار ريزلت اوف طبعا ده تعريف الاستراتا اللي هي تعريف اللير
الرودز والستريم. بقولك بعض الصخور هنا بتتعرض للكاتنج خلال الرودز والستريم اللي هي مجرى النهر وكده. بعض الانكونفورماتي ناتجة من ايه؟ طبعا عملية الإيروشن. ده ريفرنس أخير بيوضح الايدج بتاعت الصخور. بستخدم الموديل هنا للكروس سيكشن، مهمة للجيولوجيكال عشان اعرف الايدج بتاعت الروكليا. كومبلكس جيولوجيكال هيستوري، نوع الجيولوجيكال ايفنت اللي بيحصل، نوع البروزس اللي بتغير الشيب، امبورتنت الديبوزيشن والاورسن والفولد والابليفت والسبس والايجنس والانتروشن والاحداث دي كلها اللي بتحصل، عشان ابين العمليات اللي حصلت هنا عشان الابليفت والسبسيدنس. عملية الابليفت هنا الفورسز اللي هي بترفع للليار، الليار هنا لو نزلت بتسمى عملية اللي هي السبسيدنس. الفيرتيكال تشينج في الاليفيشن اللي بيغير هنا. معظم الابليفت والسبسيدنس اللي بتحصل لعملية الرفع او الليار بتنزل، الحركة هنا ناتجة من الليسوسفيريك بليت، بتسبب تغير في التمبرشة بتاعت الصخور. اما بيحصل كولينج للصخور هنا الكوز سبسيدنس، ما بتبرد بتنزل اللير، بتنزل الصخور هيتد بيحصل لها عملية ابليفت، يبقى تبرد اللير هتنزل تسخن وتتعرض لدرجة حرارة عالية هتحصل لها ابليفت. درجة الكونتراكشن والاكسبانشن اللي هو بتبقى صغيرة طبعا، سواء ارتفعت او نزلت الدرجة دي صغيرة. جريت سيكنس اوف روك ار افكتد كيلومتر لتين اوف كيلومتر. عملية الابليفت او السبسيدنس الارث سيرفاس انزس وكان اماونت 100 اوف متر. المبادئ بتاع الجيولوجيكال برنسبل، المابس الموجودة في البيدروك في الاريا بتاعتك بتوضح لي توبوغرافيك مابس، ثلاث ايماج والهولز روك الفيلد دي كلها بجمع داتا منها. بيحصل كروس سيكشن الروك هنا يونت ان اذر جيولوجيكال فيشر الموجوده في السيرفس داون وورد الايرث. بتقيس الانجل بتاعت الصخور. الجيولوجيكال ماب بتوصف لي البيدروك. بستخدم البابس هنا عشان اوضح الهيستوري بتاعت الاريا. العلماء هنا درسوا اللير اللي عمليه دراسه اللير لسه متكلمين عنها دلوقتي بتسمى ستراتوجرافي. بيشمل المبادئ بتاعتي كومن سينس، بشوف الفيرست ديفلوب اللونج اجو، بوضح دلوقتي الريكورد بتاعتي، ريلاتيف ايج بتاعت الصخور، مبادئ طبعا السوبر بوزيشن اللي لانجر سيدمنتاري اند فولكانيك روك موجودين في التوب وفي اولدر روك، الاوريجينال هوريزونتالي السيدمنتاري والفولكانيك روك بيبقوا موجودين ليه داون. ده هنا سيريس اللي هي الروك هنا بتوضح لي اليانجست روك ان ذا توب. ليتر كونتينيتي ده سيدمنتاري والفولكانيك روك ليه داون اللير. جريتر ليتر ذان سيكنس الكروس كاتنز ريشن شيب اليونت بتاعت جيولوجيكال فيتشر كروس انذر روك لجيولوجيكال فيتشر الجيولوجيكال تايم. هير هنوضح الاكزامبل بتاع البرنسبل ساتش از دايك كان بي شور ذات ذا دايك از يانجر ذان ذا روك. بوضح لي الفولد اليانجر ذان ذا روك يونت، بوضح لليانجست هنا زي ما احنا شايفين السراوندنج جرانيت والضايك بالفولت. الانكونفورماتي بيوضح الكونسبت ازاي الهيستوري بتاعت الاريا السكسشن اوف سيدمنتاري والفولكانيك روك. الكونتاكت ما بين الاريا روك اند يانجلور اللي هي الانكونفورماتي.
هنا في القانون تاني البرو تايم nothing except perhaps erosion with occurring of the surface. البرو بتاع جيورجيكال تايم الميسنج او التايم might be short a thousand of year. دي كلها قوانين. الهندرد او الثاوسند من مليون اوف ييرز على اللوج. الانكونفورماتي بيوضح البليون ييرز الهيستوري نار ريكورد. نوعين اتنين من الانكونفورماتي هنا الاولدر طبعا قلنا بيبقى موجود تحت الانجل اللوك كولد انجلر انكونفورماتي. عرفنا النان والانجلر والديسكونفورماتي قدام. الاوردر ووز فولدد بعد كده بيحصل له اريدد اروشن بيفور كونديشن شينج مور سيدمنت ويز ديبوزيتد اليانجر سيدمنتاري سكسشن از ريزلتنج اون انتروزيف بادي اوف جرانيت. اللي عملت الانتروشن بيبقى طبعا ايجنس روك معظمها بتبقى ناتجه من الجرانيت. هنا الانكونفورماتي بيوضح الاولدر ايجنس روك والايروشن بتسمى ايه نون كونفورماتي. نونكونفورماتي لو تفتكروا قلنا فوق بيبقى سيدمنتاري وتحت ايجنس او ميتامورفيك. الجرانيت هنا ديب ان ايرس تمام. الايروشن هنا لاند سيرفاس ليفل اوف جرانيت انتروشن. الحالات هنا بتتغير. السيدمنت هنا دوبوزيت ايرودد سيرفاس. الاكزامبل هنا الكونفورماتي بيساعد على الجيولوجيكال هيستوري. استخدام الفوسيلز اللي هي الاندكس فوسيلز عشان اوضح الجيولوجيكال سكسيشن بقى. الفوسيلز هنا طبعا بتمثل لي الريمينز بتاع وانس ليفينج اورجانيزم. الفوسيلز هنا اكستينكت منقرضه ده بيعني ان انا عندي نو لونجر ليفينج اون ذا ايرث. الفوسيلز هنا ريكورد بتساعد على الديفيجن جيولوجيكال تايم سكيل. بتوضح الابيرنس والديس ابيرنس بتاع الفوسيلز. هنا وجدوا انفورميشن على الايدج بتاعت الصخور. البرنسبل اوف فوسيل سكسشن. الستيج هنا بتوضح للتغير نوع الفوسيلز الموجوده الديفرنت ايدج الكايند بتاعت الفوسيلز اللي هي روك هنا نفس السيم ايج. بتوضح لي برضو الايج بتاعت الصخور الموجوده. ده بعض الملكس يوز از اندكس فوسيل عشان اتعرف على البيروت بتاعت الجيولوجيكال تايم التتبع بتاعها في السينوزيك ايرا تمام. ده هنا بعرف الاشكال بتاع التتبع عشان تعرفوا من الاقدم للاحدث التطور بتاعت كل نوع منها تمام. السبيسيفيك بيرود بتاع جيولوجيكال تايم الاندكس فوسيل طبعا شفنا الاكزامبل هنا موضوعها في فيجر 5 التترتب بتاعها من الاقدم للاحدث كل اندكس فوسيل ساكت. وجود الاندكس فوسيل الروك بيوضح لي الداتا بتاعت الروك. التروبلت بارادوكس بيدل ان الصخور هنا ديبوزيت بتوين الاوردوفيشيان والكامبريان. الروك كونتين سيفرال فوسيلت وزاوت اني اندكس فوسيل. الساينتست لاحظوا الايدج اللي بتغير بينها الفوسيلز قلنا من الاقدم للاحدث على حسب العصر اللي كانت موجوده فيه الفترة الفوسيلز الموجودة في السيم تايم. الريلاتيف ايج بتاعت الصخور اسمها بايوستراتيجرافي بتوضح للفوسيلز وبتوضح للبايوستراتيجرافي اللي بتوضح الايج للفوسيلز. هنا تطور اهو الفوسيل ايه وبعد كده فوسيل بي فوسيل سي فوسيل دي فوسيل اي وادي الاي بي سي التطور بتاعها من الاقدم للاحدث على حسب بقى تيرشري وجيوس بريكامبيا موديفيشن وكامبرين تمام. التطور بتاعها طبعا السبيشيس هنا الجود اندكس فوسيلز. جود اندكس فوسيلز اللي هي الحفريه المشرده بتميز بكذا حاجه سهله اتعرف عليها الشيب بتاعها
large populations they are abundant، تبقى متوفرة منتشرة خلال distance location، relative short period of time بتدل على الage بتاعتها، برضو from animal species تبقى جاية من animal species heart، تمام. best index fossil animal هنا بتعيش قريب من sea floor، بتبقى quite calm. most common index fossil بتبقى marine mollusks، تمام. بتوضح لي different kind of mollusks used to identify the age of Rocklea. والmollusks بتبقى هتلاقوها في أسئلة كتيرة قوي. الأمثلة برضو السيدمنتاري روك الموجودة جوراسيك والترياسيك بيرود، بتبقى شيل اللي هي الأمونايت شهيرة قوي، الأمونايت أشهر الحاجات. very rapidly موجودة خلال الأوشن، تمام، مهمة في الإيج روك. البليزوك إيرا اللي هي ترويوبليت ترايلوبايتس دي سيميلر. الاندكس فوسيل السيدمنتار لير هنا من 520 مليون ييرز، يبقى قلنا الامونايت اشهر الحاجات، تمام، في الجوراسيك والترياسيك بيرود. البليزوك ايرا الامونايت شهيرة فيها، تمام. الايدج بتاعتها السيكونس كونتيننج سيميلر لير. هنشوف الأولدست ريك الأوتوكروبي الموليسكس دي بتحتوي على سيم ايج الأوتوكروب هنا عشان نجيبها، دي برضو في أمثلة كتيرة. باخد الكولم الأوتوكروبي اللي هو موجود في النص ده، بطلع منه الأقدم والأحدث. يعني عندك أوتوكروب A اللي هو موجود فوق، موجود طبعا تحت في أوتوكروب B، والاوتوكروبسي اللي هو موجود تحت موجود بي. يبقى ما اجي ارتب هرتب الاقدم والاحدث على واعمل كورليشن للي في النص. يبقى اللي في النص هو برتب اللي تحت الاقدم، فالاحدث والاحدث والاحدث وانا طالعه فوق. يبقى ما اجي ارتب ترتيب اللير من الاقدم والاحدث هيبقى اوتوكروب بي اللي هو الكولم دايما اللي هو موجود في النص، والA والسي برتب منهم بقى، بشوف اللي فوق واللي تحت برتب بناء عليهم في النص، وبالتالي بطلع الأقدم والأحدث من أوتوكروب B. يبقى الترتيب الأقدم والأحدث في أوتوكروب A B على حسب الاندكس فوسيل اللي احنا شايفينه، تمام. أوتوكروب C هنا قلنا موجود في طب في أوتوكروب B اللي هو الشرح بقى، فهنا younger part of stratigraph column. want to know the age of rock information بستخدمها location للكول والمينرال، تمام. يبقى قلنا الأقدم والأحدث هاخده من أوتوكروب B اللي في النص. بيوضح برضه الجيولوجيكال بتاعت الأريا، اللير الموجودة في الميد أتلانتيك كوست، من 35 سنة مليون أجو، الميترويد اللي خبطت في الأرض، والماسيف إمباكت كراتر اللي حصل ده الميترويتك إمباكت أو اللي كون الشيزبيك باي. هلاقي هنا بفور سيدمنتاري لوك literally long distance السيدمنتاري لير disperated several fault along the rim of the A of the crater، الحدث اللي حصل هنا يعني، والفولت ويانجر لير اجنست اول لير ان ذا سيكونس، والاستراكتشر اللي اندفنت هنا الفولت اهي في الريم اوف كراتر. اشهر حاجه حصلت هنا في السيدمنتاري سيكونس بستخدم الايه الفوسيلز فيه. طبعا قلنا بنطلع الاقدم والاحدث من كولم اللي في النص. when did fault XY located in column 1 most likely occur طبعا before formation during formation during formation gray. طبعا الفولت XY الاحدث طبعا
لأنه هو قاطع لكل الطبقات اللي فوقه، فهو هنا الإجابة الصح after formation of sandstone. بعد ما تكون الساندستون هو تكون بعده، فهو الأحدث لأنه قاطع ليه. هنا the wavy line located between green shale and the limestone layer most likely represent، هيبقى مثل بيرد اوشن سيرفيس اللي هو سطح اللي هو ما بين 1 و 2 اللي هو الجرين شيل والسطح والتيل لاين اللي هو السطح المتعرج ده، لو بصيتوا عليه فده سطح عدم التوافق اللي هو سطح الانكونفورماتي اللي هو تعريفه الجابس او الايروشن سيرفس. هنا ترتيب الطبقات which rock or feature is oldest، الاولدست طبعا اللي هو يبقى موجود تحت اللي هو روك جي اقدم حاجة. هنا حركة البيدروك خلال الفولت كيو كيو اهون، ده بيمثل ايه؟ طبعا ايرث كويك لان ده ايه؟ فولت. هنا A B C D F layer عايزة هنا ترتيب الفولت in order from oldest من الأقدم للأحدث، يبقى أصح حاجة D C B A F D C B A F اللي هو من تحت لفوق من الأقدم للأحدث. هنا الفولت هنا أوتوكروب in younger than، هناخد ترتيب اللي هو في النص اليانجر، اليانجر طبعا هيبقى اف جي اتش اي جي، اف جي اتش اي جي تمام. وطبعا الفولت اللي هو القطع ده الايه؟ الاحدث. هنا حصل سيدمنتاري وايجناس وكونتاكت متامورفيز، اي منطقة younger rock unit on top of an older rock unit، هيبقى طبعا ال A، فين ال A؟ هي موجودة هي دي يعني ال A الاحدث. اي 2 لتر بيمثل bedrock of the same age، the same age ال D وال H، ال D والاتش دول نفس الايدج ونفس، هتلاقوا حتى اللايم ستون اللي هي نفس البلوكات. هنا الشكل، هنا عايز يوصل اي منطقة كونتاكت لوك بيز اور ريلاتيف ايدج سيكونس، هتبقى اللي هي ايه؟ دي الايه؟ ده هنا برضه اهو عايزين نعرف ترتيب الصخرات evidence that nova formation، قلنا قبل كده هنا الفولت likely cured after الفولت اللي هو اكس واي، هيبقى اللي هو ايه؟ layer be formed بعد كده before layer C formed، اللي بيكونت الأول قبل layer C يبقى البي وبعدها السي. which can be made from information فور بليون ايه؟ ان انا عندي الاوشن هنا اتكونت 4 بليون years ago، هنا layer A correlated to layer B by comparing ذا اللي هي البي تتابع الصخور in each side of the A of the canyon youngest، طبعا هيبقى اللي هو الشيل اللي هو موجود تحت
اللي هي الشرط دي. هنا بيوضح لي 3 اندكس فوسيل around one of the rock unit. تمام، موجودة فين؟ الكي، فين الكي؟ هنا اللي هي هتبقى الاندكس فوسيل، موجودة في السطح اللي هو عدم التوافق، اللي هو موجودة في الكي. تمام، بدروك اوف ذا سيم ايج قلناها قبل كده، اللي هي الدي والاتش. هنا اي فوسيلز هنا اندكس فوسيلز قلنا بتتحفظ من الجدول اللي هو ترتيبها، هتبقى اللي هي سي بعد ما بيحصل سي، اللي هي الامونايت دي. هنا بريزنت الفور وانتاكت ميتافورمز ريلاتيف ايج سيكونس، هتبقى اللي هي الاي دي برضو على حسب الايه الترتيب. هنرتب هنا ريلاتيف ايج اولدست روك، ده الترتيب اول، واخد من الاقدم للاحدث. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى ان تكونوا استفدتوا، واتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله.